أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامجنا في عز برودة الشتاء اللي كل المصريين بيحبوها. أصبحنا دلوقتي أما بنيجي فصل الشتاء علينا بنقول ربنا يستر، ربنا يستر من السيول والبيوت اللي بتتغرق والشوارع اللي ما بنعرفش نمشي فيها. كل ده موجود في جو اللي المصريين بيعشقوه. يعني احنا بنتكلم النهارده عن اسكندريه اللي كنا بنتكلم فيها عن جمال اسكندريه في الشتاء، النهارده بنتكلم عن جمال اسكندريه وهي غرقانه. فهل ده احنا عايزين نعرف ده الموضوع دوت احنا نوصل فيه لايه؟ احنا في عز وقتنا، احنا يعني من زمان قوي ما سمعناش، يمكن احنا من 50 سنه تقريبا ما سمعناش عن السيول، عن السيول اللي كانت بتحصل او اللي بتحصل حاليا في مصر. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف ونشوف احنا تحولنا من الشتاء اللي كل المصريين بيعشقوها للشتاء اللي كل الناس اول ما تيجي فصل الشتاء بيقول لك ربنا يستر، ايه اللي هيغرق، ايه اللي هيحصل، ايه الحوادث اللي هتحصل. النهارده احنا كان عندنا كارثة في طريق الغردقة، احنا النهارده اكتر من 50 عربية مقلوبة، النهارده كان الطريق غرقان. هل ده موجود؟ ايه الجهات المختصة المنوطة بالمشاكل اللي بتحصل للطرق؟ هل هي وزارة النقل والطرق هي المسؤولة؟ هل الصرف الصحي لأن هو مش عامل الحاجات الرسمية أو التنظيمات أو البنية التحتية الأساسية اللي تخلينا نتلاشى الكلام دوت؟ هل هيئة الأرصاد ليها دور بتحذير الناس وتحذير هيئة الصرف الصحي أو وزارة النقل؟ كل ده هنعرفه النهارده. في النهارده معانا المهندس علي عبد الدايم وكيل وزاره بمديريه الطرق بمحافظه المنوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم استاذ جمال، كل سنه طيبين وحضرتك طيب وسلام ليك ولاسره البرنامج كلها. ومعانا النهارده كمان مداخله تليفونيه. تمام، احنا معانا مداخله تليفونيه من دكتوره ايمان شاكر وكيله مركز الاستشعار في هيئه الارصاد الجويه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بدون مقدمات يا فندم، كنا عايزين نسأل حضرتك الشتاء رايحة بينا على فين؟ هو طبعا بداية احنا لسه حتى الان لم نبدأ فصل الشتاء جغرافيا ورسميا، هنبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر ان شاء الله. احنا ما زلنا في فصل الخريف اللي بدأ معانا في 23 سبتمبر ومستمر معانا حتى 20 ديسمبر. احنا طبعا عارفين ان فصل الخريف في مصر ليه طبيعة جغرافية مختلفة، ان هو بيكون فصل تقلبات حادة وسريعة وعنيفة في الاحوال الجوية، يعني بمعنى اخر ان احنا ممكن نشهد الاربع فصول في يوم واحد. احيانا نشهد طبعا ارتفاع في درجات الحراره اثناء النهار، انخفاض مفاجئ، ثم اتربه ورمال مطاره، واحيانا امطار غزيره على بعض المناطق. وده اللي احنا فعلا شهدناه على مدار الفتره القادمه. يمكن مع بدايه هذا الاسبوع فعلا شهدنا يعني يوم السبت والحد طقس متقلب بالنسبه لمعظم مناطق الجمهوريه، وكان في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، سقطت معاها امطار ادت لبعض السيول على بعض المناطق زي جنوب سيناء ومنطقه محافظه البحر الاحمر. طبعا حصل سيول وتم اغلاق العديد من الطرق، لكن ده طبعا كان يوم السبت والحد. النهارده شهدنا امطار على مدينه الاسكندريه، الاسكندريه شهدت النهارده امطار غزيره وقضت برضه لحدود بعض المشاكل في بعض المناطق، لكن تم التعامل معاها طبعا من الجهات الثانيه. تمام، هل حضرتك يا فندم كان في تنويه من قبل حضراتكم ان في الكلام ده هيحصل في اسكندريه النهارده او حصل اللي حصل في البحر الاحمر؟ هل حضراتكم كنتوا محذرين من الكلام دوت؟ الأرصاد الجوية قبل بداية فصل الخريف بتعمل بيان تحذيري بيتم إرساله لكل المحافظات لكل الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسهم غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ده قبل بداية فصل الخريف، احنا بنقول يا جماعة استعدوا ان احنا داخلين على فصل الخريف، داخلين على فصل تقلبات جوية، ممكن يكون في أمطار، ممكن يكون في عواصف ترابية، ممكن يكون في سيول على بعض المناطق الجبلية. قبل الحالة لما بتحصل بحوالي 72 ساعة بنعمل إنذار جوي أو بيان تحذيري بيتم إرساله كافة وسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية في الدولة، غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هي مرتبطة طبعا بجميع المحافظات، فبتدلق كل السادة المحافظين بالبيان بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. طبعا احنا من يوم الخميس مبلغين ان في حالة عدم استقرار يوم السبت والحد، وطبعا تم التعامل معاها. برضه من يوم السبت بدأنا نبلغ ان في حالة عدم استقرار هتبقى على السواحل الشمالية وتشهد أمطار سواء الإسكندرية، مطروح، بعض المناطق من الدلتا،
وده اللي حصل النهارده. طبعا احنا بنصدر نشرات جويه يوميا على مدار لمده 24 ساعه، بنصدر جدول تنبؤات لمده 6 ايام قادمه، يعني نقدر ان احنا نشوف اي حاله قبلها بحوالي اسبوع او 10 ايام. فطبعا بنبدا نبلغ او المسؤولين علشان يبداوا ياخدوا احتياطاتهم ويجهزوا ايه الوسائل اللي ممكن يتعاملوا بيها مع حالات عدم الاستقرار. يعني حضرتك بحاله بالحاله اللي احنا شايفينها في الشوارع وكميه الميه الرهيبه اللي موجوده في اسكندريه وكانت موجوده في البحر الاحمر، حضرتك في ربط ما بين حضرتك يعني ما بين حضراتكم وما بين المحافظات، يعني المحافظين في المحافظه وبتبلغوهم ان في سيوله هتحصل، المفروض يبقى عندكم استعدادات، يعني حضراتكم بتبقوا مبلغين بالكلام دوت؟ اه طبعا احنا بنبلغ قبلها، بيبقى في بيان بيتم اصداره من الهيئه العامه للارصاد الجويه، بيتم ارساله فورا لكل الجهات، بيتم ارساله لغرفه العمليات دعم اتخاذ القرار المالي في الوزراء، وبيكون في فيديو كونفرنس دائم مع كل المحافظات من خلال غرفه العمليات في مجلس الوزراء. طبعا بيتم ابلاغ كل المحافظين ومش بس المحافظين، كل الجهات المعنيه، يعني بعض الوزارات زي التنميه المحليه زي طبعا طرق الكباري، كل الجهات بتبقى عارفه ان في حاله عدم استقرار قادمه، فبيبداوا يستعدوا ليها وبياخدوا احتياطاتهم. وده اللي حصل العام الماضي في مارس 2020، وعشان كده الحمد لله رغم غزارة الأمطار ما حصلش مشاكل كبيرة زي ما كنا متوقعين، ان بالعكس كل جهات الدولة تعاونت مع بعض واشتغلت كويس جدا، وعشان كده حالة مارس 2020 الحمد لله عدت بسلام بدون أي مشاكل رغم كمية الأمطار الغزيرة على سقطت على معظم مناطق الجمهورية. يعني تقريبا كان في معظم المناطق في الجمهورية كانت مغطياها كميات الأمطار، ورغم ذلك ما حسيناش بأي مشاكل في هذه الحالة. هل احنا هنواجه حاجة زي ما حصلت في مارس 2020؟ هن يعني مصر هتواجه حاجة زي كده تاني؟ هو بيتكرر، وخصوصا ان احنا في تغيرات مناخيه على مستوى العالم، بس فعلا تشهد في العالم تغيرات مناخيه، بدانا نسمع عن امطار غزيره في مناطق كتير، بدانا نسمع عن سيول وفيضانات كوارث طبعا ان هي تتكرر، حتى الان لم نرصد اي حاله بهذه القوه. تمام. حاله الطقس في داخل القاهره والجيزه هتبقى ايه الفتره اللي جايه، والسواحل ومنطقه شمال سيناء وجنوب سيناء، الطقس الايام اللي جايه هيبقى عامل ايه؟ هو طبعا على مدار اليومين القادمين متوقع استمرار سكوت امطار على بعض المناطق من السواحل الشماليه، مطروح، اسكندريه، الضبعه، بلطيم، كفر الشيخ، بعض مناطق من الوجه البحري، ايضا القاهره وارد ان يحصل عليها امطار خفيفه غدا وبعد غد، لكنها بالنسبه للقاهره امطار خفيفه ما فيش فيها مشاكل ان شاء الله. بالنسبه لسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب البلاد الايام القادمه ما فيش اي فرص امطار ان شاء الله. طبعا درجات الحراره بدات تنخفض بشكل واضح وملحوظ، وخاصه اثناء ساعات الليل بدانا نشعر البروده في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر. طبعا احنا بننصح بارتداء الملابس الخريفيه خلال هذه الفتره، وطبعا القياده بهدوء اثناء الشبوره المائيه في الصباح الباكر. بنشكر حضرتك دكتوره ايمان على المداخله، شكرا. رجعنا لحضراتكم تاني، بنرحب بضيفنا المهندس علي. عايزين يعني هنخش هنقول لحضرتك يعني بدايه، الناس كل شغلها الشاغل بتقول ان احنا ليه في مصر احنا ما وراناش غير الطرق، يعني دلوقتي مصر كلها غالبا احنا ما عندناش الا كباري وطرق بتتصلح، وطب الحاجات ديت طب ما يعملوها لنا احنا او يدخلوها على اقتصاد الدوله، ناخدها دعم، ناخدها في حاجه تانية. كنا عايزين نعرف من حضرتك ليه الدوله بتعمل كده؟ يا فندم احنا لازم بس الاول ندي نبذه مختصره عن الطرق واهميتها. تمام. واصناف الطرق، الطرق بتصنف يا فندم لاربع اصناف. المستوى الاولاني اللي هو الطرق الدولية أو المحور الرئيسية. طيب. واللي قام في السنوات الأخيرة تعليمات من علي الرئيس بإنشاء الطرق الرئيسية والمحور الرئيسية، ده على أساس التنمية وعلى أساس الاستثمار، ودي كان لابد منها لأن دي مفيش تنمية بدون طرق، مفيش استثمار بدون طرق، وده شريان الحياة، الطريق هو شريان الحياة. مفيش أي استثمار أو أي منشأة أو أي كتل سكنية حتى نقدر ننشئها الا لما يكون الطريق ممهد علشان اوصل للمنطقه دي واعمل فيها استثمار او اعمل فيها منطقه صناعيه او اعمل فيها اي انشاءات. فمرفق الطرق من اهم المرافق الموجوده على مستوى اي بلد، وبالاخص في على مستوى الجمهوريه عندنا معالي الرئيس اولاه اهتمام رئيسي واهتمام طرق. طبعا الطرق طبعا رغم انه بيكلف تكلفه باهظه جدا ولكن هو الاساس، مفيش تنميه من غير طرق. فالمحور الرئيسي اللي هو الطرق المحورية والطرق الدولية ده
بيقوم بتنفيذها او يشرف على تنفيذها القوات المسلحه، والشركات اذا كانت قطاع اعمال او قطاع خاص بتنفذها. النوع الصنف الثاني من الطرق اللي هو الطرق السريعه، ده بتقوم بالاشراف عليها الهيئه العامه للطرق الكباري تابعه لوزاره النقل. والطرق الرئيسيه نفس الموضوع، بتقوم على اشراف عليها الهيئه العامه للطرق الكباري تابعه لوزاره النقل. الصنف الاخير اللي هو الرابع الطرق المحليه او الاقليميه، بتتبع وزاره التنميه المحليه ومديريه الطرق على مستوى الجمهوريه. دي الاربع اصناف من الطرق اللي هي منتشره في جميع انحاء الجمهوريه. ولكن الطرق يا فندم ان ما كانتش ممهده او ما كانتش بينصرف عليها، طبعا ده بيؤثر سلبا على جميع اقتصاد الدوله والاستثمار والتنميه وكل حاجه في الدوله. ما يعني سعادتك بتقول طب ليه الناس زي ما بتقول بالزبط. نوفر المبالغ اللي بتصرف على الطرق وناخدها كدعم. تمام. طب يا فندم لما تاخد كدعم مفيش استثمار، طب الدعم هيعمل ايه؟ تمام. مفيش يعني الطرق بتسهل السياحه، بتسهل التنميه الصناعيه، بتسهل الاستثمار، بتسهل التجاره، بتوفر الوقت. يعني بتخدم كل طائفه الشعب، ما بتخدمش فرد واحد. المستهلك للطريق كافه افراد الشعب، مش فئه معينه. فاذا الاستثمار ده انحط في الطرق فهو دعم لجميع افراد الشعب، مش لفئه واحده ولا طائفه واحده. فده شيء رئيسي، لازم يبقى الدعم موجه والاستثمار موجه في الطرق، لانه مرفق حيوي جدا من مرافق الدوله. تمام. حضرتك امتى بنقوم بالتطوير، او ان احنا يعني ايه الفتره اللي بتقوم فيها الوزاره بنقول ان احنا النهارده لا احنا لازم مثلا عندنا في محافظه المنوفيه هنزود طرق، هنوسع الطرق، هنعمل ده؟ هل ده مربوط بالتعداد السكاني ولا مربوط بالعمر الافتراضي للطريق؟ لا، هو المفروض مربوط بالعمر الافتراضي للطريق، لان كل طريق بينشا له عمر افتراضي المفروض يبقى بحاله جيده لحد نهايه العمر الافتراضي واللي هو 10 سنين. تمام. ولكن للاسف بتطرق على الطرق بعض الاعمال اللي بتقلل من كفاءتها وبتخلي الطريق ما يوصلش للعمر الافتراضي، وهو توصيل المرافق في الطرق دي بعد انشائها. تمام. ودي من اخطر المشاكل اللي بتواجه الطرق. فلو المرافق اكتملت قبل تنفيذ الطرق وما بتسمحش بقطع الطرق والحفر فيها لتوصيل المرافق قبل تنفيذها، فكان هيبقى نوفر اعتمادات ماليه كبيره جدا، لاننا بنعيد رصف الطرق قبل ما يوصل عمرها الافتراضي، ودي تكلفه باهظه جدا. فهو يا ريت يحصل تنسيق كامل بين كافه المرافق، لان احنا عندنا يا فندم خمس. ده اللي احنا كنا هنتكلم حضرتك فيه دلوقتي، هو موضوع الصرف الصحي والمشاكل اللي بتواجهنا بيه. فاحنا كان عندنا فيديو هنعرضه للصرف الصحي ونرجع مع حضرتك تاني علشان نشوف المشاكل اللي بتقابلنا في موضوع الصرف الصحي. هنتفرج عليه ونعلق عليه على الموضوع نفسه. انت حضرتك شوف حال البلد ايه. يعني ممكن النهارده نتكلم عن، تمام، احنا دلوقتي بنتكلم عن ممكن حضرتك تقابل طريق تيجي بعديها احنا اسفلتنا الطريق بيرجع معانا تكسير موجود. تمام. فاحنا كنا عايزين نعرف حضرتك تعلق لنا على موضوع الصرف الصحي. ممكن حضرتك تتفرج معانا على الفيديو وعايزين تعليق حضرتك عليه. هل ده في ربط ما بين الوزاره عند حضرتك والطرق؟ في ربط ما بين هيئه الصرف الصحي وما بين الوزاره عند حضرتك؟ طبعا يا فندم، في كل سنه في قدوم فصل الشتاء بيبقى في تنسيق بين اكتر من جهه. تمام. بيترأسها المحافظه ومديريه الطرق عضو في اللجنه دي، وشركه مياه الشرب والصرف الصحي. تمام. ده عضو اساسي في اللجنه، والري والصرف عضو برضه في اللجنه، لان ده كله مرتبط عملنا مع بعض. يعني اذا كان المنطقه اللي بيحصل فيها امطار غزيره او سيول دي مناطق سكنيه وموجود فيها صرف صحي، فلازم يبقى فيها بلاعات مطر بتصرف. تمام. مياه الامطار. تمام. طب لو كان المنطقه محرومه من الصرف الصحي فالمياه هنوديها فين؟ ودخل تجمعات سكنيه، فلازم زي ساعتك شفت كده في عربيات لشفط المياه بتشيل المياه. بتسحب المياه. تمام. طب الكلام ده هنوديه فين؟ لازم يبقى برضو الري والصرف مؤهل لكده. تمام. بيتخفض منسوب المياه الاول، بتطهر الطلع والمصارف وتنخفض منسوب المياه لاستقبال المياه الناجمه عن الامطار والسيول. تمام. والسنه دي يعني، وكل سنه طبعا، بس السنه دي من اكتر من شهر عندنا مشاكل كبيره قوي بموضوع الصرف ده، لان احنا النهارده عدم وجود صرف مناسب ده بيسبب لنا مشاكل. يعني النهارده هنتكلم عن التجمع، احنا منطقه جديده، احنا مش بنتكلم عن التجمع كهي منطقه، احنا بنتكلم عن ان هي منطقه جديده. يعني ان هي منطقه جديده والمفروض ان هو البنيه التحتيه بتاعتها
جيدة جدا. احنا اتفرجنا على بيوت غرقت، الجراشات بتاعتها المايه بتاعتها كانت نص البيت، في مايه دخلت الشقق، فده هل ده بيبقى عيب من هيئة الصرف الصحي، ولا ده علشان عدم الربط ما بين هيئة الطرق وما بين الصرف الصحي؟ لا هو فعلا، بس لازم نقر ان التغيرات المناخيه في الاربع خمس سنين الاخرى تمام ما حصلتش على مدى من المقدار الكبير. من اكثر تمام من 50 تمام سنه تمام يعني، برضو يعني الكلام ده ما كانش حد متوقعه ولا منتظره ان يحصل تغيرات مناخيه بالكثافه دي. تمام ولكن هو اولا عشان بس نبقى فاهمين، قبل ما بتنشئ الطريق، لو طريق حديث وبتنشئ لازم فيه دراسه مبدئيه قبل الدراسه الفنيه تمام بدراسه مناخيه من هيئه هو الارصاد. الخمس المفروض خمس جهات المعنيه ايوه اللي يا هو فندم. لا لا يعني هي دراسه مناخيه يا فندم بتحدد اماكن السيول، اماكن واتجاهات الرياح ايوه يا فندم، علشان واتجاهات اتجاهات الرياح الامطار، علشان نزول واثناء الامطار تنفيذ هينزل ازاي. واذا كانت الطرق دي طرق في مناطق مفتوحه بيبقى فيها بيركب فيها بارات لصرف الامطار والسيول، اذا كانت صحرات او مواسير لصرف مياه السيول والامطار، وبتصرف في اقرب مكان تصرف فيه اذا كان في ترع او مصارف او في منطقه جبليه بتصرف فيها وفيها غابات او حاجه زي كده. فلازم بيبقى الدراسه دي موجوده مبدئيه. هيئه الارصاد بتحدد الاماكن اللي ممكن يحصل فيها سيول، واثناء تنفيذ الطريق بتنشا الصحرات دي او مخرات السيول دي. ده في الدراسه المبدئيه خالص. طب داخل الكتل السكنيه هو المفروض برضو يعني، كان قبل كده ما كانش كم الامطار اللي بينزل في فصل الشتاء متوفر قبل كده، فكانت في الديزاين بتاع هيئه اللي بتقوم بيه الهيئه اللي مشاور بالصرف الصحي او شركه المياه في اقطار المواسير واستيعابها، ما كانش حد متوقع ان بينزل الغازات دي. ممكن تبقى الاقطار مش ملائمه ومش مناسبه، فحتى لو موجوده ولاعات مطر بتصرف مياه الامطار، لا الاستيعاب بتاع خطوط الصرف البنيه التحتيه ممكن ما تبقاش بتستوعبها. فهي المفروض تبقى معمول حسابها باقطار تلائم التغيرات المناخيه الحاليه. فبس من الاربع خمس سنين اللي حصل فيهم تغيرات مناخيه، كل دلوقتي عمل حسابه في تعديل الاقطار بتاع عشان تستوعب كميات المياه. واي دلوقتي اي طريق داخل المدينه، بما اننا بنتكلم عن الصرف الصحي، معانا استاذ وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركه الصرف الصحي بالقاهره والجيزه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. استاذ وليد اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ المشكله يا فندم، حضرتك كنا عايزين نسال حضرتك عن اللي بيحصل في الغردقه، في البحر الاحمر واسكندريه النهارده، حضراتكم استعداداتكم ايه للي حصل واللي كان حاصل في مارس 2020؟ هل ده هيتكرر معانا تاني في المناطق زي ما اللي حصل في التجمع؟ حضراتكم تجهيزاتكم ايه، وايه الخطوات اللي انتوا خدتوها علشان ده ما يتكررش في مصر تاني؟ بص هقول لحضرتك بقى. اتفضل. دلوقتي احنا بالنسبه لنا بنستعد كشركات طبعا من شهر 8 لموسم الشتاء 2021، بنعمل تطهير لشنايش الامطار والخطوط الصرف، وبنرفع كفاءه المحطات، بنحدث الاسطول بتاعنا، ودي استعداداتنا الدايمه على يعني طول السنه او طول العام. احنا بنستعد دايما للصيف في الشتاء، وبنستعد للشتاء في الصيف. بالنسبه للي بيحصل حضرتك، امطار غزيره سواء على البحر الاحمر او على اسكندريه، دي نوه معروفه كل سنه تقريبا بتحصل في شهر 10. بس حضرتك المفروض عندك استعدادات ليها، ده احنا في عربيات اتقلبت على الطريق، وهنعرض لحضرتك الصور حالا. يعني حضرتك بص معانا على الشاشه هتلاقي الصور دلوقتي، احنا بنتكلم عن عربيات اتقلبت على الطريق. هقول لحضرتك يا فندم، الامطار الغزيره دي صعب السيطره عليها في كل دول العالم مش عندنا بس. يعني حضرتك احنا الاستعدادات اللي بنعملها ان احنا نسحب كميات المياه، بالاضافه ان احنا بنشتغل جوه منظومه، يعني داخل منظومه بتضم معانا العديد من الهيئات. كل اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا بنخفض او بنخفف اثار المشكله. لكن انا بكلمك على القاهره والجيزه، لحد دلوقتي الحمد لله ما فيش امطار حصلت. تمام. حضرتك بتسالني بتقول لي استعداداتنا ايه لموسم شتاء 2021. تمام. احنا اخذنا كل الاستعدادات الممكنه، لكن لما تكون الامطار اكبر يعني واكثر غزاره من، انت عارف حضرتك جو مصر ما كانش جو مطير، ما كانش شديد الغزاره. تمام. التغيرات المناخيه ادت الى ان يبقى في امطار غزيره، وبالتالي احنا بنتعامل معاها وفقا للمعطيات اللي موجوده على الارض. وبعدين احنا السنه اللي فاتت لو حضرتك بتذكر في شهر مارس او في شهر 10، احنا الحمد لله قدرنا نسيطر على كميات الامطار الغزيره دي خلال 24 ساعه.
في الاخر احنا بنتعامل مع شبكه. نعم احنا بنتكلم يا فندم عن السنة اللي فاتت، ده المياه دخلت البيوت في التجمع، يعني احنا كان والله عندنا المياه وصلت للبيوت، كانت واصلة لحد نص يعني كانت داخلة جراشات البيوت، واصلة نص البيوت، وكمان في بعض الأماكن دخلت جوه الشقق المياه. فهل انا ده بقول لحضرتك اتعدل؟ يعني حضرتك عملت استعداداتك في مثلا منطقة زي التجمع النهاردة، المفروض دي منطقة جديدة، حضرتك عامل حسابك للصرف الصحي، انت عندك شبكة، احنا لسه بنتكلم عن منطقة لسه معمولة جديد. انا بقول لحضرتك يا فندم دلوقتي بالنسبه للمدن الجديده، ودي مسؤول عنها اجهزه المدن، يعني القاهره الجديده مسؤول عنها جهاز القاهره الجديده، فحضرتك تقدر تعمل مداخله مع مسؤول من القاهره الجديده وتساله عن تمام استعداداته. تمام احنا بالنسبه لنا المدن القديمه مسؤولين عن المدن القديمه، تمام القاهره القديمه تمام والمدن القديمه، لكن الاجهزه هي المسؤوله عن المدن الجديده. تمام ولكن برضو ايا كان، زي ما تفضلت حضرتك الامطار فاقت كل التوقعات، كانت تمام امطار غزيره بالظبط جدا، ده وضع طبيعي ان الامطار لما تبقى فوق الطاقه الاستيعابيه لشبكات الصرف طبيعي تبقى في الشارع. تمام لكن ازاي احنا اتعاملنا بقى؟ لو حضرتك شفت اللي حصل في بلاد العالم كله هتلاقي ان كانت امطار لسه، يعني قبل يومين كان في اعصار مثلا في الفلبين. تمام دي حاجات تغيرات طبيعية وحاجات يعني الإنسان بيحاول بس يخفف من حدتها بالظبط أو من كده، أثرها. علشان ما تضرش، بس احنا بنتكلم عن عدم الضرر، يعني ما تضرش حد، يعني أكيد ما حتى لو حدش أكيد اتواجدت ان أكيد احنا ما أكيد ما تضرش. حدش أنا عايز أقول لك على حاجة، بس اتفضل. إحنا الناس بتوعنا العمال بتوعنا أبطال، يعني العمال بتوعنا أبطال بيقعدوا بالأربع أيام في الشارع، لازم حاجة تبص على الجانب طبعا ده كمان، طبعا طبعا بيقعدوا أربع أيام في الشارع عشان يخففوا من حدة آثار الأمطار على المواطنين. وعايز اقول لحضرتك كمان احنا ما بنشتغلش لوحدنا، يعني الشركات التابعه بجانب هيئه النظافه بجانب الاحياء بجانب الدفاع المدني بجانب هيئات، العديد من الهيئات بتشتغل معانا في الموضوع ده، كل المواطنين بيشتغلوا معانا في الموضوع ده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك المواطن لما يخفض استهلاكه لميه الشرب اثناء الامطار هو بيساعدنا. تمام فيا ريت من خلال برنامج حضرتك احنا بنناشد الساده المواطنين، حال حدوث امطار في القاهره او في غير القاهره والجيزه لازم يخفف استخدامه للميه، لازم يرشد استخدامه للميه عشان يعمل ايه؟ عشان يسيب مكان لميه الامطار تدخل شبكاتنا. تمام طب يعني حضرتك احنا هنتكلم عن السنه دي، عن مفيش، او نقول المشاكل اللي حصلت، بعض المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت مش هنلاقيها السنه دي. محدش قال كده ومحدش يقدر يقول كده، لان احنا ما نعرفش كميات الامطار اللي ممكن تسقط على القاهره والجيزه، ومحدش يقدر يتنبأ بده. احنا كل اللي بنقوله لحضرتك احنا بنجتهد وبنبذل قصارى جهدنا وبنستعد استعداد جيد، واخدنا بكل المعطيات اللي على الارض من التجارب السابقه، وبنحاول ان احنا نسيطر على كميات الامطار. لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان السنه اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى والجهود اللي بذلت سواء كانت من الشركات التابعه او من الاجهزه الاخرى اللي بتساعد وبتساند، يعني عملت انجاز. لما بقول لحضرتك لما يكون 24 ساعه انت بتسحب كميات ميه من على الارض، ميه سطحيه، دي مياه كتيره جدا جدا اكبر من شبكات الصرف واكبر من القدرات الاستيعابيه، لما تستوعبها على 24 ساعه ده انجاز. تمام انا كده بنشكر حضرتك على مداخله حضرتك، بنشكر استاذ وليد على مداخله حضرتك، شكرا يا فندم. بنرجع لحضرتك تاني، وهو بنتكلم عن مشكله عدم الربط ما بين الخمس جهات المعنيه اللي حضرتك كلمتنا عنها. ايوه فكنا يا عايزين فندم، نعرف من حضرتك الوضع اللي حضرتك قلته ده ايه حل. احنا عايزين كنا عايزين نعرف حضرتك طرحت المشكله ديت، والمفروض ان ايه الربط، آلية الربط دي هتوفر ايه؟ لان احنا معنى اللي حضرتك بتقوله، ما هو النهارده احنا بنتكلم عن طريق بيتسفلت، بنيجي بعديها باسبوع او اسبوعين نلاقي الغاز بيكسر علشان يدخل، فده تكلفة كبيرة جدا على الدولة. طب انا استاذن حضرتك بس قبل ما ارد على النقطه دي، اتفضل هعقب على كلام الاستاذ وليد اتفضل وتصديقا لكلامه، لان زي برضه ما هو قال وانا قلت قبل كده ان مش جهه واحده بتشتغل لتصريف مياه الامطار او تمام السيول، اكتر من جهه، يعني في كل محافظه برئاسه معالي المحافظ وشركه المياه والطرق والري وبعض المواطنين زي ما معالي قال بنسحب كميات المياه دي في المناطق اللي ما فيهاش صرف صحي، وحتى اللي فيها صرف صحي والطاقه الاستيعابيه بتاع الشبكه ما بتكفيش، بنسحب الكميات دي بعربيات مجهزه اذا كانت من شركه المياه
او موفرها المحافظه الوحدات المحليه التابعه ليها بتسحب الكميات دي وتضخها اذا كانت الشبكه تستوعب في الشبكه او في المصارف والترع، بحيث انها نيسر حركه المرور وبمعداتنا احنا بنمهد الطرق على اساس برضو حركه اليوميه للمواطنين. اه بيبقى في جميع الجهات يعني، وكل سنه بيبقى فيه يعني، احنا عملنا صفاف برضو تحسبا قبل فصل الشتاء، الكلام ده من شهر ونص برئاسه معالي المحافظ، وكان كل الجهات دي موجوده وكل واحد بمعداته موجوده، والمعدات زادت عن السنه اللي فاتت، وعربات السحب شفط المياه زادت عن السنه اللي فاتت. لان احنا السنه اللي فاتت ما كناش عاملين حسابنا، فالمفروض السنه دي ومتوقعين يعني وزادت يعني عربيات وعربات تدخل، واتنشأت وحده اسمها تدخل السريع موجوده في المحافظه لمواجهه الكوارث اذا كانت دي او غيرها، مياه امطار او اي كوارث من اي نوع. فنقصد يعني هو كله بيعمل على عامل وثاق، على قدر الوثاق، في ان احنا يعني نحاول نحد قدر المستطاع. احنا يعني احنا حسينا برضو يعني كان دي من ضمن المشاكل اللي هتعمل لنا العشوائيات. طبعا كان في يعني في بعض الاماكن عدم وجود البنيه التحتيه في الاماكن اللي اتبنت من غير ما يتعمل لها بنيه تحتيه. في موضوع ان احنا بنتكلم عن التطوير اللي جاي، طبعا هو الرئيس لما اتكلم عن التطوير في بعض الناس هو شافت ان احنا بنتكلم عن التطوير او ان احنا هنطور او ان احنا هنعمل دوت، قال لك لا ده تكلفه عليا، ده مش عارف ايه. بل بالعكس، هو المفروض ان هو الحاجه اللي هيدفعها ده، احنا كنا عايزين نعرف ان احنا النهارده مثلا احنا بنتكلم عن التطوير، فده اللي كان الرئيس بيتكلم عليه، ان هو الربط ما بين الجهات كلها علشان تطور من المناطق العشوائيه، بعمل طرق جديده، بعمل صرف كامل، بعمل خدمات كامله. هل الكلام ده بيبقى بيتحط في الحسبه بعد يعني مثلا في بعض الاماكن العشوائيه دلوقتي ما فيهاش طرق ممهده، هل بعد المصالحات هيخش لهم طرق ممهده؟ هل ده في الخطه عند حضرتك مثلا في محافظه زي المنوفيه؟ لا، هو احنا نحمد ربنا في المحافظه المنوفيه ما فيهاش اماكن عشوائيه، تمام، ولكن هي فيها مناطق شعبيه ومقدسه بالسكان، ودي اما بنرصفها او بنعملها بلاط انترلوك. تمام. يعني على سبيل المثال السنه دي يعني ما يقرب من داخل مدينه شبين اكثر من 70 80 شارع بلاط انترلوك بخلاف الشوارع المرصوفه. مدينه زي تالا 19 شارع بلاط انترلوك بخلاف الطرق المرصوفه والشارع المرصوفه فيها. انا اقصد تطوير الاماكن المكتظه بالسكان بنمشي بقى على حسب وضع الطرق والشارع بتاعتها. انما بقى بالنسبه لسعادتك السؤال الاولاني اللي نرجع له، اللي هو ربط المرافق، ربط المرافق الواضحه، وده هيوفر علينا كتير. هي للاسف يا فندم، معلش، هي برضه لان عندنا يعني مصادر التمويل للخمس، احنا عندنا خمس مرافق: صرف صحي، مياه شرب، غاز كهرباء، تليفونات. تمام. الخمس مرافق دول للاسف كلهم في بطن الطريق، او لو كان في حاجه منهم في الارصفه يبقى البعض في الارصفه والباقي في بطن الطريق. تمام. للاسف الخمس مرافق دول كل مرفق بيحط خطه منفرده. يعني كل مرفق اذا كان ميه او صرف صحي او غاز او كهرباء او تليفونات اتصالات، بخصوص دخول التابلت المدارس وزياده السيبات والفايبر وكابلات الفايبر والكلام ده، طبعا يعني الدوله كلها مش المنوفيه بس بتفتقد فقه ان احنا نقعد كخمس مرافق ومعانا الخرائط بتاع الجمهوريه كلها. لو هناخد على سبيل المثال محافظه، المفروض يبقى الخمس مرافق دول تحت ليدر واحد، تسمى الهيئه دي زي ما تسمى، هيئه المرافق تسمى زي ما تسمى، ولكن تخطيطهم التخطيط ووضع الخطه لكل مرفق تنحط بعين الخمس مرافق، بحيث نقدر نحدد ونقول لو فيه مدينه معينه او شارع معين او طريق معين بيخش مرفقين او ثلاثه وبقى فيه مرفق او اثنين، لا ده انا اكملهم على اساس يبقى الطريق ده او الشارع ده اكتمل كافه المرافق، ابدا المرحله بعد كده ارصفه او اجدد رصفه لو كان مرصوف بعد ما دخل فيه المرفقين اللي كانوا ناقصين او غيره. انما للاسف هو يعني لان كل مرفق له اداره مركزيه بتجيله الخطه منها، يعني هاخد منها مثلا في الصرف الصحي ليها رئاسه في القاهره بتحط له الخطه بتاعته ويبدا يشتغل عليها. الغاز نفس الحكايه، الميه نفس الحكايه، الكهرباء نفس الحكايه. فللاسف الشديد يعني على طبيعي ما بنقدرش نخش في طريق ونرصفه الا لما نعمل محضر مع جميع المرافق وننسق معاها انه الشارع ده مكتمله المرافق، وحتى لو ما فيهوش مرفق بيقول مش موضوع عندي في خطه، لان انا عندي العمر الافتراضي لاي طريق المفروض على الاقل 10 سنين. تمام. فلما اجي ارصف وباخد من جميع المرافق، بنعمل محضر انضمامي بين الخمس مرافق
بأن كل مرفأ يقول لا إما عنده المرفأ وشغال بحالة جيدة، لا إما المرفأ مش موجود بس مش موضوع عنده في خطة أقدر أبدأ أأدي خدمة الرصف أو حتى بلاط انترلوك للشارع أو للطريق ده، بنعمله وبنفاجأ بعد سنة بعد اتنين بعد أكتر بعد أقل بتيجي الشارع ده نحط في خطة من المرفأ اللي ما دخلوش ويقول ده نحط في خطة عشان ما نحرمش الناس. عن احنا بنتكلم عن جهة تربط ما بين كل الكلام ده، يعني المفروض مين المنوط ان هو يعمل كده؟ ما هو يا فندم ما احنا بنتكلم على المحليات، فالمحافظة منوطة بتعمل بقى كده، واحنا بنعمل الكلام ده بننسق، بس صاحب رئيس المصلحة اللي موجود في المحافظة ما بيبقاش في ايده القرار، يعني المعلومات اللي عنده بيقول اه ده مش لا اما المرفأ موجود وبحاله جيده بيقولها خلاص مفيش مشكله. بنتكلم النهارده في ظل الرئيس بيحب يوفر كل حاجه، يعني هو احنا بنتكلم عن اقتصاديات ان هو بيعمل الضروريات، يعني هو بيحاول يعدل من كل حاجه، فاحنا مين هنقول برضو مين الجهه المنوطه اللي هي تقدر تربط ما بين خمس جهات؟ احنا ما بنعملش حاجه كبيره قوي، يعني احنا بنتكلم النهارده لان احنا ده بنعاني، انا شفته بعيني، احنا النهارده بنتكلم عن شارع بيترصف ويبقى الشارع كويس جدا ولسه بتكلف اسبوع بالظبط وبلاقيه اتكسر تاني، طب اتكسر ليه؟ اصل احنا بتوع الصرف بيدخله، ما بنتكلمش على فترات زمنيه متباعده، يعني احنا بنتكلم مثلا عن اسبوع اسبوعين شهر بالكتير، الطريق اترصف ده هل ده موجود؟ هل ده مشاكل في المحليات هم بيظبطوها مع بعض ولا ده عدم تنسيق ما بين كل الجهات علشان يعمل ده؟ طب ما احنا انا كمواطن متضرر، متضرر ان انت كده كده انت ممكن حضرتك تيجي تعمل قبل ما الحي يرصف للطريق حضرتك تيجي تدخل التليفونات بتاعتك، تيجي تدخل مواسير الغاز بتاعتك، تيجي تدخل مواسير المياه بتاعتك، بعد كده اجي ارصف الطريق او اسفلت الطريق. ايه الجهه المنوطه او ايه الوزاره المعنيه بتنفيذ ده؟ ما انا يا فندم انا هعيد الكلام اللي قلته تاني وانا قلته برضه يا فندم، مفيش جهه واحده منوطه بان هي تقدر تجمع، يعني ان هي تبقى مسؤوله عن المرافق دي كلها وتحط خططها. تمام. ما هو كل يا فندم يعني مثلا بالنسبه للميه في شركه قابضه مختصه قائمه بذاتها. تمام. الغاز شركه قابضه تانية. ماشي. مين اللي بيحط خطه الميه؟ الشركه القابضه بتاع الميه. مين اللي بيحط الغاز؟ الغاز شركه الغاز. الصرف الصحي الهيئه اقوى من شركه الصرف الصحي بيحط. الكهرباء شركه قابضه برضه ثالثه. فانا اقصد مفيش حد له كنترول عليهم كلهم. تمام. احنا بنقول بس التنسيق احنا بنعمله. احنا قبل الرصف لازم نعمل محضر تنسيق مع كافه المرافق. اذا كان في شارع او في طريق لازم يجمع الخمس مرافق ونعمل معاهم محضر ان الشارع ده مكتمل للمرافق او لو ما فيهوش مرفق انه ما فيهوش محطوط في خطه ومش هيقطع دلوقتي. بس بيحصل تجاوزات زي ايه؟ يعني بيبقى المرفق موجود وعماره تحت الانشاء. تمام. وما دخلهاش المرفق ده. طب انا بعد ما هو مش هيوقف الشارع عشان عماره تحت الانشاء ما دخلهاش مرفق. عماره واحده وممكن الشارع او الطريق فيه 500 عماره. تمام. فمش معقول هوقف شارع او طريق ما ارصفوش عشان عماره واحده ما دخلتش المرفق ده. تمام. فبعد ما خلص بيجي يقدم طلب عاوز يدخل المرفق. وحاجه من لو جيت تحرمه من المرفق هيقول لك برضه ده انا مواطن وليا حق. فبيعمل ايه؟ بيجي يقطع الشارع وبيدفع التكاليف. بنتكلم عن مناطق بتتكسر، يعني انا شفت بعض الاماكن بيتكسر، يعني النهارده احنا بيتسفلت الطريق بعديها باسبوعين ثلاثه بيطلع يكسر الطريق بالطول، لسه الاسفلت يعني احنا لسه عاملين ومفيش اسبوعين يكسر الاسفلت بالطول كله علشان يحط مواسير غاز او مواسير ميه. طب حضرتك كنت فين قبل ما الشارع اتسفل؟ لا يا فندم انا بقول لو ده لا يعني كخطه هيئه او جهه بتدخل خط رئيسي، لا احنا بنعمل محضر تنسيق بحيث ان هو لما ارصف ما يخش خط رئيسي، لان هو بيبقى عامل معاه محضر ان المرفق موجود وكفاءه عاليه. طبعًا. حتى لو عاوز يجدد بقول له جدده قبل ما يشتغل. طبعًا. وحصلت عشرات المرات او مئات المرات بيبقى عندي شبكه ميه قديمه او خط اسبوسوس قديم وعاوز وهي ميه شغاله وموجوده بس كفاءته او الاسبوسوس بدا يتلغي وبيركب مواسير بلاستيك، فبنقول لشركه الميه لا غيره قبل ما اشتغل. تمام. انا بدخله رصف اي بس باجل نفسي برجئ نفسي شهر او اكتر بحيث ان هو يدخل المرفق واشتغل عليه بعد ما يدخله ويوصل عليه المشتركين جديد. ده بتحصل التنسيق، ولكن انا بتكلم في مواطن منفرد. تمام. المواطن المنفرد ده مش هقدر احكم ان انا احجب رصف الطريق او الشارع عشان مواطن او عماره فيها 20 مواطن وعاوز يدخل يقطع الطريق ويدخل ايا كان المرفق اذا كان تليفون او غاز او ميه او غيره. فللاسف برضه انا باخد منه صحيح قيمه التكلفه، ولكن ما هو مش ده الحل. هو المفروض برضه يعني يبقى عندنا اليه المرفق اللي لو البرج ده يعني ودي سهله نعملها، وانا عن نفسي نديت بيها من اكتر من خمس ست سنين. تمام. لو الطريق او الشارع فيه برج او اتنين تحت الانشاء ولسه ما دخلوش المرفق، انا اقدر اخد من الخط الرئيسي ماسوره واطببها على في الرصيف او جنب البرج ده وباخد منه عشان ما اكسرش تاني. ما هو طبيعي ان هو يدخل المرفق. ما هو لازم هيدخل وما اقدرش امنعه. انا كشركه ميه مثلا بس خط ميه او صرف صحي باخد
الفرعه بتاعته من الخط الرئيسي الى البرج واسيبها له وطببها واغلقها عشان ما يستخدمهاش، ولما يجي يدخل ادفعه الرسوم بالزبط. وبحيث ان انا ما اخسرش الطريق الثاني. بس دي برضو ده يختص بها كل مرفأ. بس برضو ما نيجي نتكلم الكلام ده بيقولك انا برضو ما معنديش الامكانيه الماليه ان انا اعمل الخط الرئيسي واخد وصل المشترك، مش هسدد لي رسوم دلوقتي. برضو بتخش فيها الناحيه الاعتمادات الماليه. تمام. بيبقى برضو ممكن يبقى ماشي، احنا بنتكلم على برج او اثنين او ثلاثه، ممكن يبقى الشارع فيه 20 برج. فعاوز يعمل 20 وصله ويطببهم. هو صحيح هياخد بالسعر وقت ما البرج يجي يدخل بالسعر الجديد حتى لو بسعر اغلى بالزبط. ولكن هو بيبقى عنده السيوله مش موجوده او الاعتماد المالي مش موجود ومتوفر وقت تنفيذ الخط. يقول انا واصل الخط الرئيسي، ولما يجي المواطن صاحب البرج ياخد المرفأ بدفعه قيمه رد الشيء لاصله او قيمه الحفر في الطريق. وان كنت انا ما برجحهاش، انا برجع ان انا لا ناخد الوصله بتاعته، وبدل ما اعمل شارعين اعمل او ثلاث شارع اعمل شارعين بس بوصلاتهم الفرعيه اللي مش هتشتغل ومش هتستفيد منها دلوقتي، ولما يجي صاحب البرج يدخل المرافق احصل منه. ودي معلش يعني برضو هيبقى حفاظ على المال العام، ما هديلوش، لان برضو انا برصف من ميزانيه الدوله. يعني انا ما بفرحش ان انا اخد من المواطن واعيد الرصف تاني. ما انا برضو لا هي هي ما يعني انا باخد من هنا بحط هنا بس كنا عايزين يا فندم. انا كنت بس كان ليا رجاء وان احنا الكلام ده يعمم ان يبقى في جهه مسؤوله في كل محافظه. احنا بنعمله بس بنعمله مضطرين، بس بيبقى رئيس المصلحه الموجود في المحافظه ما في ايدوش القرار. يعني انا بناشد ان يبقى فيه جهه مسؤوله ليدر في المحافظه، اذا كان تسند الكلام ده للسكرتير العام يبقى مسؤول المرافق كلها. ما فيش مرفق يحط خطته الا بعد الرجوع للليدر ده او القائد ده اللي موجود تحت عباءته الخمس مرافق، اذا كان غاز او ماء او تليفونات. حضرتك ما قدمتش الخطه دي للوزير والوزير يا فندم؟ انا كتبتها في بحث عندي من 6 سنين. تمام. وفي بحث الترقي وانا في في في, في مركز الدراسات. احنا بنتكلم عن حاجه توفير الدوله، يعني احنا في حاجات كتير قوي دي توفير بس بنعملها ملهاش لازم. يعني في حاجات دلوقتي هتوفر علينا قد ايه؟ احنا بنتكلم على سفلات الشارع كامل، اما اروح اكسر بعد اسبوعين وارجع بعد شهرين ثلاثه سفلته تاني، انا بتكلف على ميزانيه مرتين، فمين المستفيد بده؟ ما حدش مستفيد خالص. بس وكل خسران. احنا بنتكلم ليه خسران. ليه حضرتك اما حضرتك النهارده طالع بتقول لي لا انا حضرتك ليه ما تقدمش خطاب رسمي للوزير والوزير يقدمه لرئيس الوزراء يطلع؟ ان هو ده المنوط ان هو يقدم للجهات، اما يطلع جهه مختصه في رئيس هيئه في كل محافظه هو المنوط بالخمس جهات وهو اللي في ايده القرار، يبقى احنا كده بنتكلم عن تطوير شامل. ليه ده ما يحصلش؟ ما هو يا فندم ده انا بناشد بيه، وبقول لازم يبقى ليدر واحد للخمس مرافق في المحافظه الواحده، يعني عدم المركزيه. تمام. انا يبقى لا مركزيه وموجود في المحافظه ليدر كل خطط الخمس مرافق من خلاله. احنا بنتكلم توفير ملايين يا فندم. طبعا هيوفر يا فندم. وبعدين معلش برضو احنا كل الدنيا كلها مواطنين ولهم نفس الحقوق. يعني لما اجي اقول انا بوصل للمنطقه دي عشان مثلا فيها كثافه وفيها طب ما انا المنطقه الثانيه هوصل منطقه ثانيه برضو. يعني لو بناخد على سبيل المثال منطقتين، منطقه فيها الاربع مرافق وفي ناقصها مرفق واحد، ومنطقه فيها مرفق ووصل لها مرفق ثاني، المرفق الثاني اللي بوصله ده هو اللي ناقص في المنطقه الاولانيه. تمام. طب ما انا اخده ووصل في المنطقه الاولانيه والمنطقه خلصت المرافق واكتملت المرافق وارصفها، لان انا كده بوقف ده وبوقف ده، ولو اشتغلت في اللي ناقص مرفق ممكن بعد شهر زي ما سالتك بتقوله او اتنين يجي يتقدم طلب او اي حاجه ويرفعوا المنطقه ويبوظ الاسفلت ثاني. فاحنا بنقول التنسيق بقى لو ليدر واحد وبيقول كده، لما نيجي نقول لا هندخل المرفق اللي ناقص في الشارع ده، لا ده هو نفس المرفق ده ناقص في الشارع الثاني اللي ما عادش الا هو، لما انا ادخله يبقى كافه المرافق اكتملت، يبقى مرصفه ومحدش يقطع تاني. وبرضه نحط في الاعتبار ان انا اخد وصلات لو في ابراج مش موصل لها الخدمه، لا اخدها من الخط الرئيسي لحد الرصيف واطببها عشان ما اجيش اخسر تاني. حتى لو انا كهيئه انا هاجي ارصف اعرض على صاحب العماره، يعني انا حتى لو انا ما عنديش ميزانيه هعرض على صاحب العماره، انت كده كده اوريدي لازم تدخل، يعني انت لازم تدخل المرافق بتاعتك. فهقول لحضرتك انت لو ما دخلتش المرافق دلوقتي انت هتتحمل جزء السفلته بتاع الطريق بتاعك كامل، فبالتالي هو هيروح يدفع علشان ما يتحملش ده. يعني انت المفروض عندك كذا كذا بديل. لو انا مثلا النهارده انا ما عنديش موازنه، عندي المواطن اللي هو كده كده هو لازم يدخل المرفق بتاعه سواء ميه سواء كهرباء، فانا مش محتاج ده. فحضرتك النهارده في ظل دوله بتتطور، احنا دوله يعني احنا بنعيد بناء الدوله من تاني، فالنهارده المفروض ان احنا بنتكلم النهارده الرئيس، ما هو الرئيس مش هيعمل كل حاجه في البلد، احنا النهارده بنتكلم عن تطوير. اما حضرتك النهارده تقول لي ان انا مقدم اقتراح هيوفر للبلد ملايين ولحد النهارده هو ما عملش ده، وده المفروض معروف من زمان ان احنا خمس جهات مختصين يبقى ليهم صاحب قرار،
ان انا النهارده انا اللي اقرر هعمل ايه علشان يبقى انا في ايدي كل حاجه، ما اروحش اكسر شارع وبعد كده ادخل غاز وارجع اعمل ميه وبعد كده ارجع ارصف الشارع تاني. فانا بتكلم مثلا عن رصف طرق، بتكلم عن توفير مثلا كام مليون جنيه موازنه في السنه. فده المفروض ان طبعا حضرتك طبعا يا فندم. ده احنا يعني مش هقول حضرتك بنشد حضرتك لان حضرتك مسؤول من ضمن الناس يا المسؤوله فندم في صوتك الدوله. معايا، صوتك معايا. انا الكلام ده قلته في اكتر من اجتماع، وقلته في اكتر من وزاره، واكتر على مستويات عاليه جدا. قلت يا فندم مش يعني مش هنقدر نتفادى ان احنا يعني نستغل الاستغلال الامثل للطرق اللي هو عمره الافتراضي الا ما يبقى جميع المرافق ترقصهم جهه واحده، ترقصهم جهه واحده، ويبقى لا مركزيه. يعني الكلام ده كله المساجد دي ما يتبنش الا داخل الكتله السكنيه يا فندم في المدن والقرى وحاجه زي كده. الطرق المفتوحه المرافق فيها ما فيهاش مشكله لان بتبقى متجنبه او لها اماكن ماشيه فيها بعيد عن جسم الطريق، ولكن داخل الكتل السكنيه المشاكل دي بتظهر داخل الكتل السكنيه. فاحنا بنقول الكلام ده وتبقى فيه لا مركزيه والجهات ده هي كلها، بس المشكله ان هي اكتر يعني ايه؟ يعني بتبقى جهات حكوميه زي الهيئه العامه، الهيئه القوميه اللي ماشيه بالمصرف الصحي، تمام. دي هيئه، شركه الميه ده شركه قابضه، شركه الغاز شركه قابضه تانيه، ما هو لازم يكون في جهه الاتصالات شركه. رقابه على ما كل هو ده، يا فندم ما هو مش وللاسف كل ده واحد كله من بمزاجه. مواظب الدوله. ما هو يا فندم ما هو لازم يبقى فيه ليدر داخل المحافظه، يبقى لا مركزيه، يعني ما فيش حد يحط خطه منفرده بعشوائيه. لا احنا عندنا خرائط لجميع الطرق والشوارع في المحافظه، عندنا مركز شبكات معلومات موجوده فيه الشوارع، جميع الشوارع وجميع المرافق، وكل جهه عارفه المرافق اللي موجوده في الطرق بتاعتها وشوارعها، ايه اللي ناقص وايه اللي بكفاءه عاليه وايه اللي محتاج تجديد. فيتحط خطه واضحه كده، احنا عاوزين نرصف سين من الشوارع او سين من الطرق، نشوف على الخريطه ايه المرافق، هل هي كامله او مش كامله؟ لو مش كامله نكملها السنه دي ونرصفها السنه الجايه. احنا كده تايهين كمان، محدش عارف ما مين هو اللي يا فندم ما اتحاسب، هو مين فندم اللي مقصر، احنا في صحيح حق مين. يا فندم احنا ما بنشتغلش برضه عشوائي، احنا قبل ما نيجي نرصف اي طريق بنتجمع ونعمل محضر تنسيقي مع جميع المرافق، بس بتقابلنا مشاكل. يعني انا مثلا ببقى عاوز مطروح عندي 200 طريق او 200 شارع وعاوز اشتغل فيهم كلهم، ببعت للخمس مرافق، انا كمدير الطرق بعمل الكلام ده، ببعت للخمس مرافق ال 200 شارع او 200 طريق دول واقول لهم يا جماعه قولوا لي موقف المرافق ايه، وانا عاوز ارصف في امكانيه للرصف ولا عندكم محطوطه في خطه او شغالين فيها او هتنحط في خطه مستقبليه. لما اجي احب اطلع من 200 شارع او 200 طريق دول حاجه كامله ومكتمله، ما اقدرش اطلع اربعه من 200. تمام. ليه؟ يعني اللي فيه مكتمل عاوز يجدد، واللي فيه ناقص مرفق، واللي فيه ناقص مرفقين، والمحطوط في خطه بعد 6 اشهر، والمحطوط بعد سنه، هيجي بعد سنه. طب انا عاوز يعني عندي طب 200 طريق مكسرين، طب اشتغل ازاي؟ في الاخر إن اللي الدنيا بيدفع الثمن المواطن، المواطن بيشكو بالظبط، ما دي في الاخر اللي بيدفع وانا الثمن معايا فلوس، المواطن. لا وانا معايا فلوس اشتغل، تمام، وانا معايا فلوس اشتغل. طب تمام. يا جماعه انا عندي 200 طريق عاوز اشتغل، ابدا فيهم وخطه الدوله وفلوس موفرها لنا الدوله عشان نرصف بيها بالظبط. يعني سعادتك لو تشوف انا عندي 200 طريق ابعتهم ما اقدرش اطلع منهم 4 طرق مكتملين اقدر ابدا فيهم، احنا كده وانا عمرنا ما عندي فلوس هنطور، ال 200 طريق. احنا عمرنا ما هنعرف نطور. ما يا هو فندم المنظر طب ده احنا بنتكلم بضم صوت لصوتك، ومين يعني انا الجهه، مين الجهه المختصه ما هو يا اللي فندم ما تحاسب؟ فيش جهه يا فندم لا احنا النهارده لدلوقتي يا فندم، بنطالب، ما احنا يعني بنقول حضرتك اما حضرتك مسؤول في البلد، المفروض حضرتك وكيل وزاره، يعني المفروض حضرتك النهارده بتخاطب منك للجهات العليا على طول ان حضرتك بتبلغهم. فازاي النهارده في ظل التطوير اما معالي الرئيس بيطور قد ايه من البلد وبيوفر قد ايه موازنات، هم بيهدروا في المال العام بالملايين، فمين النهارده احنا نطلع نقول نضم صوتنا لصوت حضرتك؟ طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نهدر ملايين عشان ما فيش مسؤول. لا لا ما هو احنا زي ما قلت عليك يعني ما بداش اخش في طريق او في شارع الا لما اجيب محضر من كافه المرافق انه لا مانع من الرصف، واما المرفق موجود وبكفاءه عاليه او مش محطوط عنده في خطه وابدا اشتغل عليه. ما انا ما اعرفش ممكن احطه بعد 10 سنين، فما بحرمش الناس من الرصف وبرصف. يعني برضو انا ماليش مسؤول ان بعد سنه او اكتر او اقل الاقي المرفق ده بيخش تاني. تمام. طب انا ماليش ان انا امنعه، اللي بقدر اعمله بحصل قيمه رد الشيء لاصله. تمام. بحصل قيمه رد، بس ده بقى على فكره برضو ما بيبسطنيش. ليه؟ الفلوس دي جايه منين؟ ما هي من موازنه الدوله. تمام. حتى لو الجهه دي هتدفع لي قيمه رد الشيء لاصله، ما هو جاي من كلنا بناخد من خزانه واحده، خزانه الدوله. تمام. فده برضو إن يعني انما لو الهيئه اللي هتنشا دي او وان كانت يعني هي انا شايفها انها ما فيهاش مشكله وسهله، بس هل هيتعارض الجهات مع بعضيها؟
انا من ضمن انا صوتنا برضه وصوت حضرتك، انا تحت ويعني مش امر عارف معاليك يعني نقول بصراحه ايه. يعني. فبنشكر طبعا حضرتك دكتور المهندس علي عبد الدايم وكيل الوزاره بمديريه الطرق والنقل بالمنوفيه، بنشكر حضرتك جدا يا فندم، نورت البرنامج. اهلا يا ومش فندم. عارف يعني اخر البرنامج اقول لحضراتكم، هم يعني مش فاهم يعني، بضم صوتي لصوت وكيل وزاره في البلد، مش عارف يعني هو بيقترح حاجه هتوفر ملايين للدوله في ظل ما هو الرئيس عمال يطور ويوفر، وعمالين نوفر ويجدد ويعمل مدن جديده علشان يوفر على الناس، هما لحد النهارده مفيش مسؤول موجود يعمل لنا ربط ما بين 5 جهات علشان مش كل شويه يهدر التهدير ده لمصلحه مين. بنشكر حضراتكم والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا. شكرا.